أخذنا من دراسة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، نريد نبدأ إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بمراجعة كتاب التوحيد. مفهوم؟ كل واحد منكم أنا أسأل عشوائي، الذي يرفع والذي لا يرفع أسأل، اختار أي واحد منكم يذكر لي باب من أبواب كتاب التوحيد. الآن هناك مذكرات الكتب، افتح احفظ باب واحد فقط، أسألك عن بعد المغرب تجيب إن شاء الله تعالى. أي واحد منكم صغير أو كبير طيب، باب واحد أشكال إن شاء الله. مفهوم؟ إذا موعدنا بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى نراجع كتاب التوحيد، وإن شاء الله تعالى نراجع حتى العقيدة الوسطية بإذن الله. أما ما يتعلق بالدروس المهمة إن شاء الله تكون في دورة مسجد طارق بن زياد. طيب بإذن الله تعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى وفق الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.